وأكيد متابعينا صباحنا معكم مشاهدينا، وأولى فقراتنا رح نكون فيها بعالم الذكاء الاصطناعي يلي هو اليوم مجال علوم الكمبيوتر المتخصصة لحل جميع المشكلات يلي منواجهها إن كان بشغلنا أو بحياتنا اليومية، ومشكلات معرفية أيضا مرتبطة عادة بالذكاء البشري مثل التعلم والإبداع والتعرف أيضا على الصور. وهذا الموضوع كتير كبير وسيطر اليوم على حياتنا، عم نشوفه مسيطر كتير بشكل كتير كبير هايدي اليوم. صحيحة فافو، بيقولوا لك انه ممكن اليوم الذكاء الاصطناعي يحل محل الانسان، يمكن كتير من الاسئلة بتراود ممكن ياخذ مكاننا اليوم تماما. فرغم هيك يمكن للذكاء الاصطناعي اليوم، نحن عايشين بعصر من التكنولوجيا، بعصر من التطور، والذكاء الاصطناعي اكيد مثل ما في ايجابيات في سلبيات للذكاء الاصطناعي عم نشوفها كتير موجودة بتطبيقات بحياتنا. رح نحكي اكثر تفاصيل عن هيدا الموضوع، وبيسعدنا أن تكون ضيفتنا لليوم خريجة كيمياء تطبيقية رغد البرقدار. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير رغد، واهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم لما بنقول ذكاء اصطناعي، ممكن لحد الان يكون في عالم او اشخاص لسه ما بيعرفوا مفهوم الذكاء الاصطناعي بشكل هيك مبسط وسلس وتوصل المعلومه بشكل اسلس للناس. خلينا نعرف مفهوم. تمام، بدايه خلينا نقول انه الذكاء الاصطناعي فينا نقول عنه ذكاء صناعي او صنعي حتى. هلا العالم بشكل او باخر عم تستعمل هذا المجال من دون ما انه تعرف، يعني اليوم عم تسمع ذكاء اصطناعي بس ما بتعرف انه هي مثلا من خلال استخدامها مثلا محرك البحث جوجل هي عم تستخدم الذكاء الاصطناعي، لانه جوجل عم يعتمد او عم يكون يعني مدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالبحث. تمام، ففينا نقول انه اليوم عن الذكاء الاصطناعي هو مجال تقني وعلمي. تمام، هو بيهدف لتطوير آلات وبرامج طبعا قادرة على تقليد أو حتى تجاوز قدرات الإنسان، سواء مثل ما ذكرتي هلأ حضرتك بالتفكير، بالإبداع، بالتعرف على الصور، بكثير من المواضيع. هلأ فينا نقول مثل ما ذكرتي حضرتك أنه هي ثورة يعني تكنولوجية بحد ذاتها. تمام، لانه اليوم ظهر اول مره مفهوم الذكاء الاصطناعي عام 1950. تمام، فطبعا بمذكره بورقه بحثيه لالان تورنج ذكر مصطلح الذكاء الاصطناعي، وتطور بشكل كثير كبير، يعني حتى وصل لعام 2000 قدر او حقق اول اهدافه، وهي التغلب على طبعا التغلب على بطل العالم بالشطرنج. تمام، طيب بعد ما تعرفنا من حضرتك عن تعريف الذكاء الاصطناعي، اليوم كنا بنعرف انه يمكن سلبيات أو مخاطر الذكاء الاصطناعي هي موجودة بشكل كتير كبير أكثر من المزايا. لما نقول ذكاء اصطناعي اليوم، أكثر شيء عم نشوفه هو يمكن اليوم تطبيق الصور، تشويه السمع، الكلمات. فخلينا نحن هيك نحكي بداية عن الإيجابيات. شو هي إيجابيات الذكاء الاصطناعي؟ خصوصا نحن بنعرف اليوم هو عم يدخل بكتير من مجالات العلم، الدراسة، بسوق العمل. خلينا نوضح هاي النقطة. تماما، خلينا نقول انه مزايا الذكاء الاصطناعي، اول شيء او كاهم هدف هو زياده الكفاءه التشغيليه. يعني اليوم انت عندك تقنيات الذكاء الاصطناعي قادر على انه تشتغل على مدار اليوم، طوال الساعات، على مدار الشهر، بتعلم مستمر دون كلل او ملل. تمام، فهون هي طبعا وحلت محل كثير من الاعمال مثل ما حكينا، وهذا الشيء ادى للبطاله نوعا ما، ولكن هي وفرت وقت وجهد واعداد وحتى الموارد البشريه نحن اللي كنا بنستخدمها في كثير انه من الاعمال الروتينيه، هي حلت محلهم. تمام، فهي هون يعني ادت لزياده كفاءه هاي الاعمال، وبالتالي مثل ما حكينا زياده الكفاءه التشغيليه. ايضا كمان اذا تسمحي لي، هي قادره على حل المشكلات. اليوم عندنا الذكاء الاصطناعي قادر على حل المشكلات، مثل ما طبعا هو بيتزود بكميات كبيره وضخمه من البيانات، واللي بيقوم بمعالجتها، وحتى قادر على اتخاذ القرارات بطريقه تشبه ذكاء الانسان. فينا نقول اليوم انه الذكاء الاصطناعي عم يتخذ قرارات بذكاء اكثر من ذكاء الانسان، لانه اليوم الذكاء الاصطناعي قادر على اتخاذ قرارات بسرعه يعني اكثر من اي عنصر بشري. اليوم هو عم يجمع معلومات هائله من البيانات ويراجع خلال دقيقه ويتخذ القرار بناء على هذا الشيء، في حين الانسان يعني بيحتاج لوقت كثير كبير، بالاضافه للموارد البشرية والأعداد الكبيرة يعني من البشر. هاي نقطة. نقطة تانية، في عنا كمان أتمتة العمليات. أتمتة العمليات هي الشغلة يعني كتير مهمة، لأنه اليوم هي عم تحل يعني عم تقوم بالمهام بدقة وسرعة. تمام، فهون مثل ما ذكرنا أنه هي عم تؤدي لتوفير بالوقت وبالجهد أيضاً.
تمام. طيب رغد، اليوم عم نسمع وعم نشوف كمان كثير من المؤسسات والشركات حتى او حتى المدارس عم يدخلوا تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعم يستخدموها وعم تفيدهم كثير بمجال شغلهم. خلينا نحكي عن التطبيقات العمليه للذكاء الاصطناعي. تماما، بدايه الذكاء الاصطناعي استخدموه في كثير من المجالات، تمام، سواء تعليم، صحه، ترفيه الى اخره. فاول شغله في عنا مثلا نحن معالجه المستندات بطريقه ذكيه، يعني هي بترجم المستندات الغير مهيكله وبتنظمها وبتعطينا بيانات بدقه محدده. فمثلا نحن عندنا هيئه الاراضي، تسجيل الاراضي HM Land Registry. هي الهيئه كانت هي طبعا تشتغل بالمعاملات القانونيه لنقل الملكيه، تمام، فكانت تدقق هي يعني يدويا، تدقق يدويا اكثر من 87% من هي المعاملات القانونيه، فكانت تستغرق وقت كثير كبير. فلما استخدمت برامج بتعتمد او يعني مدعمه بالذكاء الاصطناعي وفرت 50% من الوقت يعني، وحتى صار معاملات نقل الملكيه بشكل اكبر واسرع. بالاضافه لذلك اليوم نحن يعني بيستخدموا الذكاء الاصطناعي باكتشاف الادويه، باكتشاف الادويه وتطويرها، يعني من خلال هي عندها قاعده بيانات كبيره من المركبات الكيميائيه، اماكن تواجدها، شو ممكن التفاعلات اللي تتم، شو ممكن التفاعلات اللي ممكن يؤدي مثلا فيها الى انفجار، فهي انه مثلا تستبعد لك هذا الشيء. فهي وفرت وقت ومجهود كثير كبير. بالاضافه لذلك فينا نقول انه هي نقطه مهمه، تحليلات الاعمال، يعني اليوم هي عم تتخذ القرار بناء على البيانات اللي عندها، تمام، فهي زادت دقه التنبؤ بنسبه 8%، وهذا الشيء وفر يعني كثير، وفر وفرات هائله بالنسبه للشركات، وزاد وكمان ادى لزياده رضا العملاء. طيب خلينا نتعرف شو هي ابرز مواقع الذكاء الاصطناعي، شو هي اهمها، اكثر شيء عم يتم استخدامه، من هي الفئات اللي عم تلجا فعلا لهي المواقع، وقد ايه فعلا اليوم عم بتفيدهم بمجالاتهم؟ تمام. هلا اليوم اكثر او معظم الطلاب عم يستخدموا موقع شات جي بي تي، تمام، هذا الموقع عم يساعدهم بحل وظائف، عم يساعدهم بحلقات البحث، عم يساعدهم، اما يعني بمجال مكتبي ايضا فينا نقول انه في عندنا مجالات عم يساعدهم للتعرف على الصور، التعديل على الصور، امكانيه انشاء حتى الاصوات. ففي عندنا كثير مواقع، مثلا هلا في اهم موقع خليني اقول لك اسمه thaka.io. هذا الموقع هو موقع بيضم اكثر من 3000 موقع وبرنامج عن بيحكوا عن الذكاء الاصطناعي، تمام. طبعا من هي المواقع بامكاننا انه نحن نستخدمه بشكل مجاني، وهو موقع عربي نقدر نوثق فيها هي المواقع. عن جد بتعطينا اليوم معلومات صحيحه؟ تماما، تعطينا معلومات صحيحه ودقيقه ايضا، يعني بدقه عاليه، لانه هي عم تعالج معلومات وكميات هائله من البيانات. وكمان ايضا في عندنا موقع كوديوم. كوديوم هو طبعا بيستخدم، هو اداه مساعده للمبرمجين، لانه هو مدعوم باكثر من 20 لغه برمجيه، تمام. في عندنا مواقع نحن يعني بنستخدمها كثير، bing.com، هذا موقع جدا مهم لانه يعني بيعطيك اكثر من شغله، بيفيدك باكثر من شغله. فمثلا عندنا امكانيه تعديل على الصور من خلال بينج ايماج، او مثلا البحث بينج سيرش، او مثلا الكتابه، خلينا نقول انه انت فيكي حتى تعطي كلمه مفتاحيه وهو يكتب لك مقال وانت تقدري تعدلي عليه. ومو بس هيك، يعني المقال بيكون مزود بالمراجع، مزود بالمراجع اللي جمع منها هي المعلومات. اكيد. بس كمان في عندنا موقع كثير مهم هو بقصه التسويق، هو الاي اي لوجو ميكر، هي طبعا بيصنع شعارات للشركات لتقدر تسوق. تمام. يعني رغد، اليوم نحن رايحين نحو تطور كثير كبير، ان كان مثل النار. تماما، يعني حتى اخر شيء انه الذكاء الاصطناعي وتم صناعه روبوتات ممكن يصيروا اعلاميين، اطباء، ياخذوا محل اي حدا. اليوم اي كائن بشري ممكن الروبوت ياخذ مكانه، وصار مؤخرا انه انت فيكي تتبرعي او تبيعي صوتك وصورتك. تماما. وتم استخدامهم، يعني ممكن تلاقي حالك بعد كم سنه حدا مثلك ممكن عم يشتغل بعمل نظافة أو مطعم أو دكتور. خلينا نحكي هيك بلمحة سريعة عن هذا الموضوع. تماما. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك انه اليوم الذكاء الاصطناعي بيستخدموه بكثير بهي المجالات، واهم نقطه انه هون يعني بالمستقبل راح يؤدي الى نوع من البطاله، يعني مثل ما قلتي حضرتك انه راح يحل محل الدكتور، راح يحل محل عامل نظافه، راح يحل محل يعني كثير من المهام راح يفتقدوها البشر، ولكن يعني حتى انفقدوا وظائف سابقا وهن المزارعين اكثر فئه، ولكن انا بشوف انه هي اجت لصالح الانسان، انه هن كانوا عم يشتغلوا مثلا تحت الشمس، تحت الضغط الى اخره، فاليوم حلت الالات واتمتت هي العمليات على هي الالات،
وحلت محلهم ممكن هالشيء يهدد حياة الكائن البشري؟ طبعا ما هو اكبر خطر للذكاء الاصطناعي اللي متخوفين منه هو الوجود الانساني، مثل ما شفنا جميعنا يعني اكبر خطر له ولا لنا؟ لا لنا، هو الوجود الانساني اكبر خطر منه هو الوجود الانساني. من فتره نشر ايلون ماسك صوره انه العقل البشري بمتحف والروبوتات هن قاعدين عم يتصفحوا حوله. تمام، يعني بالختام كنتي معنا رغد البرقدار خريجة كيمياء تطبيقية، شكرا لك لانك ذويتي لنا على كثير تفاصيل مهمة بالذكاء الاصطناعي. شكرا لحضرتك واهلا وسهلا فيكم. شكرا لك رغد، وشكرا لك للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. اهلا وسهلا فيك، يعطيكم العافية.